اهلا بكم متابعين فاستاذير، رجعنا لكم في لقاء جديد ولكن الموضوع لنا ماشي جديد. فسبق لينا ودوينا على غلاء الاسعار وباقي مستمرين كندويو عليه، ولكن الغلاء اللي غندويو عليه اليوم هو هذا الارتفاع في سعر بعض الخضر اللي هي من الخضر الاساسيه، مثلا الطماطم او البصل وغيرها من الخضر. فباش نناقشوا هذا الموضوع والاسباب ديال هذا الارتفاع، معنا اليوم سي علي شتور بصفته رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك والعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك. أهلا بك سي شتور. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. ربي يخليك سي علي. الجفاف، التضخم، الأزمة الاقتصادية العالمية، التداعيات ديال كورونا اللي باقيين كنعيشوا على وقعتها حتى حدود اللحظة، كلها أسباب اللي ممكن أننا نعلو بها هذا الارتفاع ديال الأسعار، ولكن في نفس الوقت كتبقى هذا الارتفاع غير مبرر. هذا الارتفاع المهول ما كي يعني كيتجاوز هذه الأسباب اللي ذكرنا قبل. هي أسباب معقولة لأن هي عوامل اللي خلات أن كنهضروا مادام ان كنتكلموا على الفلاحه واحد العدد كبير ديال حنا كنتكلموا على الفلاح المتوسط والفلاح الصغير اللي هو هاد كما قلت هاد العوامل بما فيها العامل ديال كورونا بما فيها الجفاف اللي حنا حاليا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرحمنا، راه هو من بين العوامل اللي خلات الفلاح الصغير ما بقاتش عنده القدره باش يحرك هذيك الارض. وان واحد عدد ان ما كنتكلموش على الفلاح الصغير، الفلاح الصغير صافي، كنا كنتكلموا دابا على الفلاح المتوسط والفلاح الكبير. غادي يمكن تسولي تقول لي علاش الفلاح الصغير والكبير، لان كتكون هنا واحد المنافسه بين ملي كان داك الفلاح الصغير راه هو اللي كان كيزود الاسواق، ملي كنقولوا في الباديه في اسمو راه هو اللي كان كيزود الاسواق، كتكون ديك المنافسه كيجيب واحد البيكوب فيها جوج بيكوب ولا ثلاثه كيعمرها بخضره على بالنسبه مطيشه خيزو، المهم دائما خدام وكتكون رواج. حنا دابا حتى داك حنا كنفكروا في داك المواطن اللي كاين في القرى، هذاك ما عندوش المدخول ديالو هو انه من الفلاحه من الارض ومن التربيه ديال المواشي. وهذا شتي استاذ وي كنتفق معك في هذا الموضوع هذا، ولكن حنا راه كندويو على زياده صاروخيه كيف ما كيوصفوها الناس. ملي كتولي يعني الخضر اللي اساسيه مثلا بصله مطيشه بطاطا في اسعار فلكيه نقدر نقولوا كاع، يعني مش توصل المطيشه ل 12 درهم والبصله ل 10 درهم، يعني اثمنة اللي ما عمر هاد الخضر هذه ما وصلت لها. انا تكلمت على الفلاح الصغير، نعاود الاحتكار ملي كيكون دابا شنو ولا داك الفلاح الكبير هو اللي عنده، كيكون بحال احتكار ديال السوق، احتكار ديال السوق، لان الحكومه ما دارتش العمل ديالها باش تساعدات داك الفلاح الصغير باش ما يفلش، يعطوه المواد كيعطوا الاسمده، يعطوه هذا باش يزرع الحبوب ديال هذا، لان اي حاجه كلها الاسمده لان كلها كتجي من برا وما بقدرش هو مازال ياخذ المسائل بحال هادشي اللي ما يقدرش يشري. هنا اشنو كيدخل المنتوج؟ كاين كيكون المنتوج، ولكن كيكون من السوق كي دائما كيحكم على السوق هو العرض والطلب. ملي كيكون العرض قليل وكيكون الطلب كثير كترتفع الاسعار، ومتى كيكون هذا العرض هنا في هذا الوقت هذا باش كيكون العرض قليل واسمو هذا والطلب كثير، هنا فاش كيدخلوا هذوك السماسره وكاين هذوك المضاربين والتجار ديال الازمات، كاين الناس اللي كيعيشوا في الازمات على جيوب ديال المستهلك ولا المواطن المغربي. فذكرتي برا الدول اللي على برا او الدول الاجنبيه، فهذه من ضمن الحويجات اللي مستاء منها المواطن المغربي، وهذا الشيء اللي وصلنا ليه حنايا من خلال ردود الافعال ديالهم في وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعه من يعني مجموعه من الجهات الاخرى. فبالنسبه لك انت كتشوف بان من المعقول ان السلعه او المنتجات المغربيه تتباع باثمنه اقل في السوق الاجنبيه بارابور في المغرب؟ يعني في المغرب كتلقى هذا الشيء انطبق طبقا للامور اللي كيقولوها المواطن المغاربه او الحويجات اللي مستائين منها المواطن المغاربي، فيقول كيفاش او فسروا لنا علاش الاثمنه ديال الخضر ديالنا اللي كتباع على برا رخص من الخضره اللي كنشريوها حنا في المغرب. اللي غادي نقولوا استاذه بان
خصك تعرف بان التصدير ما بقاش داك التصدير العشوائي. بعدا في الاول واش هذا بصح هذا معلومه صحيحه، واش فعلا الخضر على برا كتباع باثمنه اقل من؟ انا غادي نتكلم على هذا وهنا غادي تاخذي شنو اللي كاين دابا. حنا بالنسبه كنقول التصدير ما بقاش داك التصدير العشوائي ولا التصدير اللي عنده واحد المعاملات اللي هي والتزامات بين المستوردين وبين المنتجين وبين المركز السوق المركزي الخارجي. راه انسان اي فلاح ولا هذا ملي كيكون كيدير على سنه، كيدير واحد الالتزام على سنه. يمكن هذاك الوقت فاش كان باع دار هذاك الالتزام كان باع، بحال نعطيو مثال ان بطاطا ولا هذا كان باع ب 3 دراهم خارج ولا 4 دراهم، دونك بالنسبه على العام كامل هو كيربح. الا طلع المنتوج راه هو كون خاص، ولكن لا المنتوج ما كان اسمه راه غادي يكون رابح. حنا دابا غادي ندخلوش فيها، كنخلوها الناس ديال الاقتصاد هما اللي غادي يتكلموا على هذا الشيء هذا باش ما نكونوش كن هذا. وقضيه ديال نتكلموا كما قلتي ملي كتكلمي لي على التواصل الاجتماعي، انا كنقول دابا دائما التواصل الاجتماعي ما ناخذوش منه كل شيء ينشر على التواصل الاجتماعي هو صحيح، فهو هو واحد العالم افتراضي خصنا نعرفوه. نكونوا دائما كناخذ واحد الحاجه يعني كتنفي هاد كتكون فيها المعلومه. لا ما ماشي كنفي، كنقول لك انا بالنسبه لي الحاجه اللي جاتني من اسمه ما غادي تكون شخص نجيبها من المصدر. اي دائما خذ الحاجه من المصدر، هذا هو اللي كاين. واللي كنقولوا بان المستهلك المغربي، حنا كنقولوا المستهلك من القدره الشرائيه ديالو تدنات هذه تقريبا واحد عامين، واللي كنطالبوا دائما وكجامع مغربي لحقوق المستهلك من الحكومه حاليا، وحنا على ابواب ديال رمضان ان شاء الله باش هذا التصدير، مادام انا كنتكلموا على التصدير، باش يكون في هذه الفتره تكون ولو النص باش ما يبقاش، وبالاخص الحاجه اللي كتمشي لافريقيا حيت ما عندهاش مواصفات، لان بالنسبه للتصدير الاوروبا راه عندها مواصفات كبيره، راه ماشي التصدير اتفاقيات وعنده جوده عاليه وعنده اضافه الى اننا راه كنسوقوا لبلادنا والمنتجات ديال بلادنا. نعم دابا حنا نقدروا بحكي ما داروا هادشي، دابا ماشي كتكون هذه ماشي سابقه، ولكن كانت السنه اللي فاتت انه كان النص ديال التصدير و الدول الافريقيه عطاو 50% ولا تقريبا كاع الاسواق المغربيه كلها كتلقى اي حاجه كتوجدها، ما عندناش مشكل. والحمد لله بان البلد الامين والبلد ديالنا، راه ما يمكنش تهز دابا قفه وكتخرج للسوق وكتكون شي حاجه تقول هذه ما كايناش. كلشي كاين، وشنو اللي ما كاينش؟ هو الماده، هو القدره الشرائيه تدنت، هذا هو اللي كاين. والانسان حنا غادي ندخلوا مادام اننا كنتكلموا دائما في الثقافه الاستهلاكيه، تكون حنا عندنا واحد ترشيد ديال الاستهلاك، ملي كناخذ واحد ناخذ جوج كيلو ناخذ نص كيلو ناخذ كيلو ونتم غادي، لان اليوم ماشي وغدا. انا كنشوف دابا واحد دوج ولا تروا جو تقريبا هذا الثمن ديال الطماطم راه بان لي بحال نزلت بواحد جوج دراهم، كانت 11 درهم 12 درهم، دابا راه ولات دابا اليوم ب 9 درهم 8 درهم على حساب المناطق. دونك هنا كنحسوا وكنقولوا بان حتى المناخ، ملي كنتكلموا على المناخ كاين شي واحد كيقول لك بان كتكلموا المناخ هو بعيد، نو هذا الوقت هذه الفتره اللي حنا فيها دابا فتره ديال الشتاء، وانا ما كاينش شي شجره كتنتج ولا في الارض حاليا ما كاين والو الا مطيشه، لان علاش هاد الطماطم علاش؟ لان كاين دور دوك اليسار، كاين في اسمو، لان علاش دايرين؟ لان لابد كما قلنا خاص التصدير، ما فيهاش خاص يدير كل شيء باش يصدر شي وستلا. قلتي بان نسبتي هذا الارتفاع ديال الاسعار اللي شهدتها الخضر الى ان كاين واحد الاحتكار، ولكن ما كتشوفش بان دائما هاد الازمات وهاد الاحتكار وهاد الشيء هادو ماشي مبررات كافيه اللي كيبرروا ان هاد الارتفاع اللي شهدته الاسعار؟ يعني احنا كنشوفوا بان المتضرر كيبقى في الاول والاخير هو المواطن المغربي. واش المواطن المغربي دائما غيبقى يخلص هاد المشاكل اللي كنعانيو منها كدوله، او لا المشاكل اللي كنعانيو منها في المجتمعات ديالنا في نفس السياق؟ بان دائما كنقول كجامعه وفي شخص رئيس الدكتور خرطي شحال من مره كتكلم على ان كيطالب باش تكون واحد المراقبه. راه الا ما كانش المراقبه، ومراقبه ماشي مراقبه اللي هي روتينيه،
كمراقب روتيني خصنا ما نبقاش عندك روتين. انك انت مراقب خصك دير العمل ديالك وانت محاسب على ديك المراقبه. انا ما كنقولش كل شيء ولكن البعض من الكل. كتكون كتخرج كتلقى ان غادي يمشي يراقب واحد المكان وديجا ان هذوك الناس عارفين بانك راه كاينه مراقبه. انك تكون مراقبه ويكون مسؤوليه. لو تكون مراقبه حنا كنعطيك واحد المثال، علاش غادي كتكون عندنا هاد الناس السماسره المضاربين وهذوك التجار ديال الاسمر المحتكرين. انا كنعطيك واحد المثال، كنعطيك بان بحال الفلاح لا الصغير ولا الكبير كتلقى عنده كيبيع بجوج دراهم مطيشه ولا حتى جوج دراهم ونص. كيف يعقل من جوج دراهم ونص كتوصل لعند هادو ب 12؟ هاد لا ديفيرونس ولا هاد الفرق الشاسع شكون اللي هذا؟ وهو ان دوك المضاربين واحد كيبيعوا له حتى خمسه ولا سته د الخطر باش كيوصل لهذاك المستهلك، وكل شيء كيقول لك راه المستهلك غادي يخلص. المستهلك مسكين راه عانى في جميع المجالات، لا مخلي في الخضار ولا راه في جميع، راه عنده مدرسه عنده خص يخلص الدور دائما كيخلص ودائما هو كيخلص. ودا هو شكون هو؟ انا نقول لك واحد القضيه اللي صعيب، وهو ان كاين الطبقه الوسطى اللي خطيره. وهو شكون هذا؟ هو النوايو، هو المحور اللي كيدور عليه الاقتصاد المغربي. واش عرفتي بان ملي كتولي ان هذيك الطبقه المتوسطه تعاني، وكاين واحد 10% منها انها راه ولات في حافه الفقر، لان مشكل خصنا نفكروا هذيك الطبقه اللي خصنا نعاونها، وديك الطبقه الهشه اللي هي ولات اسمو خصنا نحميوها. يعني وكنتمنى وكنرجعوا دائما وكنتمنى الحكومه بان تكون مراقبه وينزلوا للسوق ويشوفوا اشنو كاين، حتى داك ملي كيشوفوا الناس بان حكومه راه وكتكون مراقبه كثيره وما تكونش مراقبه موسميه. حنا ما عندنا ما نديروا بديك مراقبه موسميه مستمره ومع الجزر، لان قانون حنا راه دوله المؤسسات خصنا نكونوا كنخدموا راه بلادنا ونحبوا بلادنا. شكرا لك سي شتور على القدوم ديالك اليوم وعلى هاد المعلومات اللي مديتينا بهم. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، على أمل أن نتلقاكم في لقاء جديد إن شاء الله ومع ضيف جديد. السلام عليكم.